I hope we're good now. Hello, 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 hello. Derwicks. Hello, Derat. Mr. Amir. Hello, everyone. I think we're good. We're good to go. كوسايدن. درويكس ما بيعرف كوسايدن. خليك معي درويكس. دراد. This is the كوسايدن. إله الكوسا إذا بدك. He's the protector of all the كوسا realm. سلم عليك درويكس. بيقول لك big fan, big fan, big, big, big. Big fan لألك يا دراد. بحب all the memes, all the content. He said you're one of the greatest YouTuber ever. بحبكم كلكم. Welcome to the Kusa Talk, ladies and gentlemen. Oh my god, ملا ويك كان. واو واو. امبارح رحت على السوبر ماركت لقيت حاطين الكوسي جنب التوم. عملت مشكلة. بلشت تفهم يا مستر عامر انه كوسا سكواد هي اكتر من مجرد خضار عادية. خليهم يعرفوا ما مننحط نحنا حد التوم. كي نرفض اننا نحط حد التوم. اليوم عنا نوستالجيا نايت. اليوم بدي اسمعكن عم تخبروني شو كنتوا تلعبوا من ايام البي اس 1 وايام الاتاري للبي اس 5. اوكي طبعا ما في غير دراد يجاوبنا على البي اس 5 لانه نحن شعب ما بعتقد حدا على الشات جاب البي اس 5. سو ار يو ريسست؟ ام نوت ريسست اجينست توم، بس لازم التوم يعرف محله. نحن وين وهو وين. لازم التوم يعرف حاله، يعرف مطرحه بالحياه. وين نحن وين هو. اوكي التوم اقوى منا بكتير، بعرف. خلينا نتفق على شغله، التوم اقوى من الكوسا بكتير، بس انه هي ستينكس، ريحته ما بتنطق. يلعن عرضه ملا طعمه، يلعن عرضه ملا طعمه، خاصه مع الشاورما. توم لايما. او ماي جاد. نو 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 نو. اخ اخ اخ. ام سوري توم فانز، انا توم فان، بس ما فيك تحطني حدك. ما فينا نحط التوم حد الكوسة لأنه التوم بيضرب الكوسة. Just saying I love توم. Respect للتوم. كوسايدن، كوسايدن عملنا واسطة مع التوم كونكم انتو آلهة الخضرة وقصص. Can you? Yep he can. He can. توم number one. Okay fine fine الراد. توم is number one. بس توم صوص is number one. Not the actual توم. لو جايب الـ PS5 بتلاقيني عندك بالشات. شكرا يا مستر عامر على المعنويات. بتشكرك انك بعتني عشان PS5. هلا هو ليك لو عندي PS5 كنت انا هون كمان. كمان مان. بس حسب ما قالت درويكس، خلينا نستغل طالما دراد منورنا اليوم. بعتقد لازم ننطر، لأنه هلا لو جبت الـ PS5 شو حتلعب مان؟ بعد الخير لقدام، الخير لقدام. دراد قالنا ننطر وبننطر. اوكي؟ كوسا صارت being part of my body. Thank you مستر عامر. The Black Tiger 98. Hello hello hello. مساء الخير يا حلوين. معاوية. ايه برو انا جبت PS5. كلنا بنعرف دراد جاب PS5، بنعرف حتى شو عملت علاقة معه. We know everything about you دراد. We know everything. وقاعد عم بلعب سايبر بانك على البي سي. Welcome to the PC Master Race once again دراد. هات لنشوف. خلينا ناخد شي من الدراد. اول جيم لعبتها دراد. يلا كل واحد بتشات بدي يخبرني شو ما عرفت. نجاد احلى كوسا والله. Dude using the nicknames على رواق. عن جد بنسى برو. هديك المرة زياد كان مسمي حاله killing pigs. عملت قضية.
الدراد هيك بتنطي عنا الكهرباء ماي فريند. ياي 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 بس ستريم بيضلوا ماشي جايز, ستريم بيضلوا ماشي. شفتوا البروفيشنال, شفتوا البروفيشنال سبايدر مان يلو سيتي. What is Spider-Man Yellow City? Can I get power, please? I need some power. يلا يا حلوين بدي اسمع. كل واحد يخبرني شو أول لعبة أثرت فيه وشو أول لعبة لعبها بحياته. زمان ما كان في شوارع فكاني حط لك بس مباني. You know what؟ ما عم بعرف أي لعبة عم تحكي عنها, بدي شوفها. What؟ أي كونسول كانت؟ كان في كونسول؟ Spider-Man Yellow City and we got power back Hercules. مين ما لعب مين ما لعب هيركليز؟ اخذ 250 من امي. اوه دراد ستيلينج تيلينج اس شالدون ستوري. لانزل العب ربع ساعة بالنتور, حالتنا كانت تعبانة. بس لازم نبلش من محل معين, فكروا فيها. دراد بلش بال 250 ليرة لبنانية ليلعب ربع ساعة بالنتورك. هلأ دراد promoting games لأكثر من 250 ألف follower. كنا نحكي ب 300 وشوي. It's amazing, it's amazing وين بتبلش وين بتصير guys. أول لعبة Spider-Man let me check it man. شو كان اسمه؟ Yellow City. مستر عامر أنت كتير قديم حاسك, ليه ما عم لقيها؟ Yellow City في game اسمه Yellow City. I don't know. IGI, ooh! I think my first game was Tarzan game you talked about previously. أسطورة Tarzan! Tarzan, man, Tarzan! GTA 3! Hello! Solar! What the 10,000 coins! Solar, 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 Solar! اليوم no coins, شباب! اليوم it's a free... لا درات! Come on, guys! Come on! ما فيكم تعملوا فيه هيك! اليوم no coins Friday! لحظة 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 لحظة! Let me get my SoundCloud! لا 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 لا! Let me get my SoundCloud! Oh, damn! Speaking about GTA, أول شيء thank you على الكون يا سولار, و thank you دراد for the 50k. شو منقول له نان؟ You get respect points. chilling. مرسي كتير بويز. اليوم كوسا جبة streamer of the year. حبيبي يا دراد درويكس دراد, wish you could stream more يا برو. I'm streaming more man. بدي اخدها منك يا دراد, بدي اخدها منك هي. بدي اعملها سكرين شوت صراحة. بكرة لما thank you so much يا دراد. اكيد I will be streaming more and more. حط عليها لوجو درويكس. خلص هعملك هحط عليها لوجو درويكس. مجودي ثانك يو عصبان بال10 كوينز. زيد على البلتس. بنحطها هونيك. سيرتيفايد باي دراد. تشيك تشيك ثانك يو ماي مان ثانك يو. صار عنا اوورد لحاله مان, صار عنا اوورد لحاله فيريفايد باي دراد. ثانك يو سو ماتش ماي مان. ما بتعرف قد ايه بتعني لي وخاصه منك. درسيا of approval. ببعت لك يا ايميل. Thank you my friend. واهلا وسهلا فيكم بالكوسا توك. صرنا حكين بجنريشن البي سي. بدي اعرف الجماعة البي اس 1 وين كانوا.
جمعت بي اس 1 وين كانوا؟ درسيل اوكي بوو ستاب بايد الراد دان دان. بدي اعرف جمعت البي اس 1. انا حكيت عن لعبة بي اس 1 وينينج 11 اود وورلد. اوف 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 وينينج 11 اود وورلد بي اس 1. انا هون حمودي هيت مي وداوت بي اس 1 جيمز. حدا لعبان شو اسم اللعبة؟ let me اتذكر كان اسمها ايه كنا عم نحكي فيها هذيك المرة. جاكي شان مان على البي اس 1. That game was nasty. That game was nasty. معلش البي سي بلشت بزغري كوماندوس كول اوف ديوتي. Which commandos? Which call of duty? هيا نكون more specific. Hello, علوش. Hello, hello, hello. Winning 11 أي نسخة مان؟ بدي أعرف. Give me details. مين بتشجع؟ مين مع مين كنت تلعب؟ كنت تلعب بجون تيري ولا دروغبا مان؟ خلينا نعرف. خلينا نعرف وين أنت مستر عامر. على PS1 كان في لعبة نسيان اسمها قتال السيارات. ماريو Google it my friend. جيب لي اللعبة. Twisted Metal. لك صار في a lot of games boys. صار في a lot of games. خلينا نتذكر أول شيء. بدي شوف هيدا اللعبة اللي قال عنها دراد أول شيء لأنه ما بعرف مش كان اسمها. Odd World PS1. But Malik was cool. شباب شوفوا طفولة الدراد. He had a plan. This new kind of meat. It was us. Twisted Metal. هلا بنشوفهم. ده تذكر جيم. اوكي بتذكر بتشوف كثيرك اشياء. هون بلش الاحتراف يا درويكس. راح تشات عمي بويس ثواني بس طير له. ما بعرف دعم يعمل عادة اتصال ليش يطير. انت ايه كاركتر؟ انت هيد؟ ايام الـ 2D games man. بكت يا فوق يا تحت. الشيء الثانية PS1 كمان. اوه بدنا شيء قديم مان. بدنا شيء نشوف شيء قديم. اوه من هون ليرجع الشات. ما بعرف شو عم تحكوا. انطروني لارجع بويز. انطروني لارجع. إعادة الاتصال لازم شيء. بدنا نشوف العالم شو كتبت. يا I remember this game. This game هاي بعرفها برو. مش الحال. شي اللي حطينا فري على Epic Games. أبو جود best car game ever. أي حدا بيتذكر هالايام لما ما كان في هموم جايز. خليني نرد الميوزك. انتوا اذا ما في ميوزك ما بتانجوا معي. ما بتانجوا معي. حدا بيتذكر هالايام البسيطه مان. انت وقاعد ما عندك شيء تعمله. خلصت فرض المات اللي عندك اياه. وعارفين حالك بكره حتتنقلوا من رفيقك بالصف او رفيقتك لانه كنا نحن الشباب. شوف انستغرام برو بعت لك الاورد. اوه
baby, baby. شباب شباب صار فينا نحط هيدي عنا بويز. صار فينا نحط هيدي عنا. I'm the rat approved. Mom, I made it. I made it. Thank you. Let me let لك حنزلها عندي. Thank you. هي أحلى أورد بتجيني. You earned it. Thank you my bro. ف خلينا نتذكر. خلينا نتذكر الأيام الحلوة لما كنت ترجع بقول لك تكون الوالدة عملت لك طبخة جميلة جدا ما بتطيقها أنت، فبتطلب دليفري. ما كان في دليفري بوقتها، ف كنت تهرب عند الجيران تقول لهم وماما عامل اليوم باذنجان مع مدري شو، في قطعة قزينة، بعدين تاكل ترجع على البيت تعمل حالك درست، تشلف الدفتر على جنب تقول له خلصت، بعدين بعد ما تخلص اوف لا 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 مواليد الالفين. اوه مواليد الالفين. انا هيك بتذكر. بتذكر كانت افضل لحظة لإلي لما يخلص الوقت المطبق لي بالدراسة ودغري let's get into the action. اوف counter strike 1.6 لما حدا يسكسك لك These were the days. أنا مواليد 2004. أنا 95. أنا 95. أنا 95. أنا عتيق شوي. أنا عتيق guys. طب يلا. طالما PS1 is too much. Let's skip the PS1 generation. خلينا نروح PS2, Xbox 360, Xbox. عبالي اسمع شو كنتوا تلعبوا. وهلا دوري أنا آخر شيء أنا بحكي. بدي اذكركم كريزي تاكسي مان. ولو انا ال 94 انا اعتق منك. سولار ميشن هيومانيتي. واو ميشن هيومانيتي بس قريب شوي كأنه قريب شوي على الكوماند اند كونكر فايس سيتي. مستر عامر اعترف فايس سيتي كنت تروح على البار. هلا بدي اعرف كنت تكتب بانزر وتنزل الدبابة. هلا بدي اعرف. I need to know. حقي اعرف. جي تي اي سان اندرياس الأسطورة. الله معه مستر عامر. هي كانت قريبة عليها بس بتتنقل بين الكواكب كل ما تختم كوكب. نايس. بس فينا قبل ما نفوت بالبي اس 2 جيمز نسمع البي اس 2 ستارت ساوند. نعيوني. تتذكروا هاي اللحظة؟ انه حيمشي السي دي من جان الله مشي بترجاك مشي بليز مشي
هاي لا هل ايرور هل ايرور هل كانت الايرور لا 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 تفعري ساد دغري يا اذا ما مارق بهاللحظات بحياتك اذا ما مارق بهاللحظات العصيبة بحياتك ما شفت شي من محسوبك مولود بارتندر مستر عامر ريسبكت ماي برادر من الالعاب القديمة والحلوة كول اوف ديوتي اوماها بيتش بيتش سوري اوماها بيتش بيتش اوتر ويكس مع كمان بيتالكم ليديز اند جنتلمان اوتر ويكس بيتال على الفاير سكر هي الفل سكر هي خلص راح تشاد عند لا تفضل خلصنا يعطيكم العافية يعطيكم العافية ضبضب خلاص خلصنا درات ضبضب وانفل درات خلص الموضوع it's easy it's fucking easy bro خلاص يعطيكم العافية يعطيكم العافية ladies and gentlemen ماما أمي هي ما بعرف شو عم فاوز حجة يرضى عليك ضبط بالغراض فلينا ماما خلصنا درات خلصنا اليوم ماما يعطيكم العافية جميعا واو that's too much صراحة that mission done oh my god thank you so much شباب ما تقلبوها emotional والله ما تقلبوها لا اخ او ماي جاد دراد يلا خلصنا يعطيكم العافيه امي طب الغراض تكل على الله وي ميد ات ابنك صار مليونير يعطيك العافيه يعطيك العافيه بابا. خلص ما بعرف اطلع من هاي اصلا او ماي جاد شو بدنا نقول له لدراد جايز ختمه دراد مان thank you so much مان ها فور ا نو كوين فرايداي يلا دو ان اوترو اصحاب كان معكم ابو الجبه يعطيكم العافيه
just kidding, just kidding. Bad Nahan, bad Nahan. Oof. Woo. بعد اللي عمله دراد ما بعرف كيف بدي كف. جايز بدي ارجع عيد الشات، خليني ارجع عيد الشات. دراد اول شيء مليون شكرا، الف الف شكرا، شكرا انك عم تدعم الجميع، شكرا انك موجود. انت عائلتنا ماي فريند، وقلنا الشرف انك تكون عنا ونحن بنفتخر فيك، وما فيني الا غيرك. ثانك يو فور بينج دراد. ميري كريسمس، ميري كريسمس تو يوتو، ميري كريسمس للجميع everybody. واو، what an amazing Friday. كان أتعس نهار بحياتي، قلبتولنا إياه فوقاني تحتين. آخ وين كنا؟ وين كنا برو؟ love you more man. Thank you so much. Thank you so much. ما بتعرف قديه، ما بتعرف قديه انت غالي علينا، وقديش كلمة منك بتخلي العالم كله تنبسط. دراد سانتا اهم من سانتا يا صلاح. دراد هو الشيء اللي بتقولهم دريل سانتا. اديك سانتا ابو طاقية وياد، اديك كذاب مان. PS2 بعد في بلاتفورم. طيب يلا اخي معلش انساني، وان كان خلينا احكي لنا كيف غيرتك المصاري. اول ما كيف غيرتني المصاري يا برو. حياة المليونير صعب يا برو. واحد بفيق محل معين بحياته، بيقول انه خلاص ما بقى لي امل ارجع من الحياه. فجاه بيجي دراد بيشلخ لك 1 مليون كوين، تصير مليونير. اول شغله بتعملها بتروح تشتري سايبر بانك، تشتري PS5. دود بتصير كل فتره وفتره يعني. ها لللامبو، ها للبرايفت بول، ها للشباب والصبايا، ها للبرايفت جت، ها لاستثمارات جدا كبيرة بأشياء بايخة بس إنه حتبيع منها لحل تاني. ها كلن على الكوسا كونتنت بيبي. هيك بتعمل بحياتك، هيك بتعمل بحياتك. بيتعشى بالأردن. نانا كوسا جيت بالوقت الصح. يا CEO of the country. عيت لماريو، خلي ماريو يخبركم كيف نصرف مصارينا. طب قبل ما نطلع على التوبك يحرق ديبكم. قبل ما نصير مليونيرية أوه ماي جاد. تعرف انه انا مليونير من زمان، بس والله بصرف ماي كوينز على الدعم. انا والله منيح يا جماعة، والله نفسيتي منيح. خلينا نقطع عن PS2. خبروني شو كنتوا تلعبوا على PS3 جايز. بدي اعرف جماعة PS3 هاللي اللي جمعوها ألف 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 ألف، ما بعرف العملات الباقية، درهم. ما فيش أمنح مني حبيبي. GTA 5 بلور، بدنا نروح نشوف الألعاب هلا. GTA 5 بنعرف بلور. PS3 it's a racing game. It's a racing game.
هذا الشيء كان بأسري؟ هذا الشيء كان بأسري ما؟ هل قد كانت الجرافيك سوية بالبأسري؟ عنجد جنون ما؟ أنا كان عندي بي اس 3 بس برو اي ثينك ذس از بيتر ذان نيد فور سبيد 2 مش نيد فور سبيد شو كان اسمه بلا صراحة فاجأتني الجيم راح تشات عندي بليز روى فيكس ده إعادة اتصال أترجاكم كنا نلعبها سبليت سكرين 4 أوه نسيت نيد فور سبيد موست وانتد 2005 نيد فور سبيد موست وانتد 2005 I think by far is the best Need for speed ever done. في لعبة اسمها Fallout. أي Fallout من ال Fallout اللي منعرفها. لا 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 نتفق على شغلة عن جد أقوى من ال الله معه الاليو تنز تنزات تنزات. إيه بوقتها كانت أقوى. ليك صراحة أنا من عندي أكيد أقوى برو. أكيد أقوى من أكيد أقوى. بعد ما شفته من هذا الشيء اكيد اهو هلو ارتش او ارك بيهمني انك في راس ويلكم تو ذا كوسا سكواد ماي فريند هلو ايفريون رجعوا شوي لايام البي سي لانه في فتره راحت من البي سي حكينا طرزان ثانك يو زياد ثانك يو ايفريون سندينج ذا كوينز ثانك يو سو ماتش حكينا عن طرزان وهيركليز هالبدايات بعدين ما حدا منكم خبرني طورت هلو انا اجيت مؤخر بسيت بي اس وما بتقطع بلا بيرن اوت 3 اوه بينك بانثر اليو بلشت الالعاب تظهر بلشت اعرف وين كنتوا تقضوا وقتكم بلشت اعرف شو كنتوا تعملوا بينك بانثر ناستي جيم ما خلصتها كنت سفر فيها مان كنت جدا سفر فيها مان بيرنارد 3 بلشت تحكيني بالالعاب اللي بتأذي مان اقوى جيم بوقتها نيبرز فروم هيل حدا قال نيبرز فروم هيل جدا مخيف اللعبه ما بعرف شو كان يحكي بس كان يكرفت كتير صعبه بوقت برو بعضها صعبه ماي تشالنج از بتحدى حدا على روا يلعب لنا بينك بانثر ويعمل لها تختيم سبريدت كل واحد بيعرف ستريمر على روا يروح يخبره جبة عم يتحداك فور 1 مليون كوين اذا بتختم بينك بانثر بال2020 حيعطيك 1 مليون كوين سبريدت ماريو بلش تواصل مع شركات التسويق سبريدت everywhere بدي اشوفها على كل بيلبورد Open Challenge اللي بيختم Pink Panther live على روا له 1 مليون كوين easy challenge okay لما تطلع live دي أمي بدي أقعد أحضر كل شيء بدي أعمل host بدي أقعد أحط بوب كورن وأقعد أضحك عليك وتقعد تلعبوه General بابا بعدين نطت ال PES 2003 ما بعرف ليش بحب كنت وينينج 11 أكثر من فكرة إنها تتحول لبرو إيفولوشن سوكر بس بي إس ببعض الفترات كانت مدمرة قدام فيفا حبي علي شوي حبي لأنا عارف نقرأ بعدين جنرال طيب ف
فتحت موضوع الجنرال. إذا بدكن تقنعوني بس لعبتوا الجنرالز العادية اللي إجت الأوريجينال في زعل، لأنه اللي حب جنرال أكيد أكيد نطر الباتشيات من شقيقتنا سوريا اللي دايما مقصرين معنا بالباتشز اللي بيفعوها. أنا عندي وعن نفسي my best generals هي generals command and conquer أكيد هي zero hour silent killer classic zero hour silent killer man classic last of us on PS3 yes JJ yes Jafar I'm with you man. لعبة Cold War Zero What is their seal of approval? بنظر دراد جاد جبه كوسا سكواد streamer of the year approved by دراد بوم ستام قال لي صار فيني حط عرفها هناك. فإذا فيك تحكين لمهندس الديكور تنحط حد two times belt هيك واحدة صغيرة دراد approval belt كو كتير بطل بان. طب شباب معقولة نحكي عن جنرالز؟ ما نرجع هيك بالزمن سنة لورا ونحكي عن ريد ألرت؟ كمان 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 مان كمان تريك ستار I think it's تريك ستار thank you for the follow. أنا بختم Pink Panther live easy challenge accepted. Just DM me لما تطلع لايف I will follow you back بدها نحضرها عم تعمل لها تختيم I will send you 1 million coin. Red Alert 2 man Red Alert 2 nasty game. Prince of Persia one of the yeah. حابب انه Prince of Persia اللي حتنزل قريبا عم ياخذوا وقتهم كتير ليرجعوا يرجعوها. Empire Imperial Glory ما عندي أي فكرة مان. هلا بنشوفها مان بدي أعرف بأي أرمي كنت تلعبوا Red Alert. ما بعرف لك كنت حب كوريا Taz Wanted أي الألعاب أخ شباب بتشات بس one sentence at a time حتى لحق على الكل Warcraft كيف بنسى Warcraft كيف بنسى ووركرافت يوري اديشن عم تحكي عن ريد ألرت 3 بس التو يوبي سوفت لما تاخد وقت رح تعمل شي بيسطل فرانس كرمال المدافع زياد يو سبورتينج باسترد تفو عليك. انا كوريا فور ذا جيت عشان الطيارات برو علقت بال ما بعرف اطلع من ال يمكن من افتن يا شباب يب سوري راحت شات عندي ثواني اعادة اتصال. لك انا كنت كثير كنت حب العراق هذا شو اسمه هكتر انا سيطر انت تيس انت برطيت نشتب بحط هذا الشيء وبسي فينا اطرقكم نس ريد ألرت بدي اعطيكم ساوند تراك لريد ألرت كثير كانت مخيفة من هل مارش واو 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 بليز معولها مان ريد مارش كانت مخيفة. لا بدنا ريد ألرت 2 هالمارش قد ايه حتذكركم هاي باشياء رائعة. لا بدي التو يا مان واو We'll be right back.
هون بيكون رفيقك عم يجيب اكياس البطاطا والبيبسي من الماشين اللي بالزاوية بيقول لك نقي وفوت دق لدعوسك. Thank you على 1000 coin يا تريكستر. خرج فوت معك ديسكورد. حاليا ماني على ديسكورد برو. هلا بس ناخد كيو ان داي دغري بتفوت معي اكيد. ما اكيد برو. ريد اليرت ابرايزنج. ليتس سي خلينا نشوف شو صار بعد. في اشياء كونستراكشن كومبليت نيو كونستراكشن اوبشنز. ليش وقت الميم تبع في ميم ما فهمها هذيك المره ماريو. جير اوف ريبورتنج Key of reporting. Key in this moment, you know, you're screwed, man. إذا مش أنت اللي عم تطلع وعم تسمع من تاني ميلة من الخريطة. Key of reporting. You're fucked. You're screwed. ضبطب غراضك وفل. لأن الكي of reporting they're gonna fuck you up, man. Man, أنت بتفهم بالجيمز يا كوماندو. Respect. شو صار؟ شو قال؟ تبقى البنيز هون بيكون واحد غبي فاتح مسأن حدك بالنتورك كلكم عم تلعبوا ريد أرت تضحكوا عليه. هو بيكون بحب ياسين الحه بالسبعة ولا بالخمسة؟ بالسبعة؟ اوكي بحبك بشوفك بكرة العه ثلاثة. طب ما تعيط جيب واحدة بيبسي. او ماي جاد او ماي جاد. حدا بيتذكر ايام الـ MSN لما كنا عم نتعلم كيف نكتب لغة النتورك. بحبك تبعت لها بغبك بعبك بعبك. شو بعبك؟ شو قصدك بعبك؟ ما قصدي شيء. بحبك قلت اللي بعبك قصدي بحبك بس انت كتبت بعبك. طب بعبك شو بدك بعبي؟ سلو داون سلو داون كلامو ثانك يو معاوي على 10 كوينز. جدد لي نص ساعة ب 500. جدد لي نص ساعة. كلمة جدد لي احنا اللبنانيين شو بنحب نجدد. خلص اشتراكك جدد نزل 2 حمص. بعد بدي حمص. ايه مع دعمة بنحب ننزل ونجدد ونعمل حرق دي بدنا. والله 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 نحن العرب مش بس اللبنانيين. ابي تبي نبي ما حدا ما يبى يبغى اي شيء كله يبي. عايز نزل جدد. كوماند اند كونكر لعبان تايبيريوم وور ما حبيت لانه ايليان سبارت نانانا لك هي وصلت لمحل وخلص. كنا عم نحكيها بالكوسا تاك بارت 2 الاسبوع الماضي. في كتير كوماند الاستراتيجي جيمز بشكل عام تراجع مستواها بعد دخول عالم النيو انجن الباتل رويال. ما طوروا حالهم منيح. كتير بتمنى ترجع استراتيجي جيم. بالنسبة لإلي دايما بقول انه the best ما فيك تسميها استراتيجي بس هي كمان هي استراتيجي رول بلاي مش رول بلاي سوري تيرن بيزد. هي سيفيلايزيشن بالنسبة لي هي the best strategy game ever. شو روحنا علينا. thank you على الكوينز يا شباب. مو بس اللبنانية هي شغلة مشتركة من المحيط للخليج بالضبط. حمص فلافل عندنا بالأردن خنوكل حرف الخ مهم عندنا. خنوك الفلافل طعمية وفلافل قلنا بالأول. Can we give attention to Happy Wheels the first the best flash game؟ صح ميم. Age of Empires.
هيليو 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 ناستي ناستي مان. حكينا عن Counter Strike 1.6 1.4 1.7 هتلا نشوف بدون زعبرة شباب مين كان يلعب الجيمز بدون تشيتس بدون ما يحط جرافيتي وهالشيء. بليز بليز انا من الناس اللي كان يلعبها شرعية. انا من الناس اللي كان يلعب Age of Empire شرعية. اوكي نايس مستر عامر جوين مي كله يرفع ايده بالشات انا نايس 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 اسولت بي سي بي مان بي سي بي هي الاسولت مان. كل تعرف شو بحب سامع بالكونترا اي بدي اعرف بالكونتر سترايك نحن بنقول لك كونترا كل قبل ما تبلشوا الاسئله ورا بعض بس بدي اعرف شغله. كل بلد بالعالم بقلبه عدة مدن بقلبه عدة قرى كل قرية بالعالم وكل مدينة بالعالم سمت اشياء بكاونتر سترايك. يعني مثلا عنا نحن في ببعلبك مثل طلعة هي طلعة اسمها طلعة العجمة لانه فيها مطعم العجمة تحت. فكنا نسمي الطلعة هيدي اللي بالبيز عند التيرورست في طلعة كنا نقول له حوب العجمة طلعت العجمة. بدي أعرف أنتوا شو كنتوا تسموا الأشياء بليز أعطوني جماعة الكونترا لا برو ما كان حدا يقول لك كونترا تلعبوا جوا ولا برا ما حدا كان يطلع تيرورس كونتر تيرورس تلعبوا جوا ولا بعلبك سوري أنا ألحق عليه بعلبك الهالف لايف مان مادة دور النووي الإرهابيين كنا نسميهم داعش لا ما وصلنا لهالمرحلة ما وصلت الله طلعت التنية تلعب جوا ولا برا تلعبوا جوا ولا برا بس كنت استعمل التخريق يا كوماندوس يا عيب الشو مالك جاي بالشو مال بالزموقة نايس وما في لطية شباب الفنت تهوية ما في لطية لحظة كسة السكيورتي درات فيك تكتب لي اياها بالعربي بليز مين ضرب عمي قلنا ما في عمي حوراك بعتقد حوراك لجيم كنت حط بزقة بنص الشاشة لما ألعب بسنايبر على السطح بالكاميرا هاستش كاسات ولا كاسيت أندر بريدج كان اسمه تحت جسر الدورة عنا شفت يا زياد لك سكسك لا سكسك لا مطرح ما بي كسايا قوي الدرويكس قوي تشيل ستريم everybody تشيل ستريم عادة في محل بيلطع على السكيورتي هيك كنا نسميها كسة السكيورتي عرفت وين درات طيب هيتلا نشوف favorite gun بكاونتر بالكونترا شو الفيفر انا من عندي بي 4 انا شخصيا بي 4 2 لما تلعب جوا كنت حب كتير البي 4 2 من قفل معمل اسمه طلع نزلي ها شفت كيف بي 4 4 بالبيل باب هو الاي جي بعتقد بي 4 2 من اي كي 47 البي 4 بي 4 شو بي 4 3 الام 16 بي 3 1 الاس ام جي الام بي 5 درات شو كان سلاحك المفضل انا بي 4 2 جوا بي 4 3 بي 3 3 برا جب ياس زين ياس ماي برادر بي 4 4 بيقول لك المهندس قادر تستلم منستلم روح سلمني عشو بدك تسلمني خلينا نحطها لايف دغري هون حطيتها على تروفي زغطورة
B18 Are you sure? AUGL B44 شفت خير كانوا مسمينه بيول باب ما بعرف ليه حدا كأنه ما حدا قال B46 وين لعبت الماجنوم وين لعبت القناصة وين B46 وينكن وين التشتلخلخ روح يا مستر عامر إذنك معك B61 كان اسمه الكوكاكولا يا بيبي جعفر كنت تلعب انت التعديل السوري تبع ربحه الإرهابية باي ذا واي كلاسيك كلاسيك B46 للوط لا يا برو لا يا برو سطح ابيض سطح ابيض عشو عم تبعت لي يا جاي ايه برو 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 تحية للتعديلات السورية صراحة رب البروغرامينج مان مش طبيعي مان شو كان يعمل باتشيات للجيم مش طبيعي شو كان يعمل باتشيات شو كان اسمه كان في مركز كتير معروف كان في باتش باب الحارة باب الحارة مان تتذكر سي اس القوات هيدا اللي بيجي فيها هاستش نسوان بالظبط نحنا في باتش لبنانية قلنا عملها سياسية ما حنذكر اسمها خليها بعيد خليها بعيد ديسكورد يا جبي يلا تبعت لك تعديلات الفايس سيتي التعديلات اللي صارت على فايس سيتي مخيفة بحرستها سي اس اس تي تي اس ايوه واضح درات كان ما كان يشتري السيديات يا شباب درات كان ينزل على الحارة ويشتري السيديات هذا هو SCCTDS مظبوط بغرد تذكره مان يمكن بعده حاطط السيديات دراد لهلا حده مان نوستالجيا نايت اليوم مبدع نوستالجيا نايت رز الله مان احد ربي رز الله دغري لقطة برو لقطة على الطاير طيب AGI anyone انا لعبان التو ما ماني لعبان الون ولا مره ولا ما قدر ولا مره قدرت اخلصها بدون شيتس don't blame me ما كان يحملها البي سي اوكي كان يحملها بس GTA Vice City مع غاني وعلي كفوري مان 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 رهيبه هلأ عم تتدلعوا كتير هلأ فت جيرل ريبا كتير عم تدلعكم الله يرحم أيام السي دي ب3000 اشلخ مشي ما مشي يلا كنت شو تقعدوا تصليله للسي دي بليز مش تريك ب3000 ما تبعصنا حرمت حالي من 3 كياس شيبس واثنان بونجوس واربع خمس سحبات بالمدرسة ترجاك مشي لازم مشي لا ما عم تمشي كواك سمعان فيها بس مش لعبان ميدنايت كلاب 2 وشو مأزية جاي اوكي ثواني بس جايز حنعمل تعديل جذري نحن عم نحكي و
وينو الدرات نزلنا له اياه. يا بيبي ليديز اند جنتلمان زدنا على الرف. ذا درات سيل در سيل ابروف ابروف ليديز اند جنتلمان. صارت موجودة عنا على الرف. نشوف شو صار معنا. وين صرنا بالأغاني؟ كريزي فراغ. والله ما حنخلص هيك يا بويز، ما حنخلص. لازم أنا ضيق لكم إياها هلا. لازم أنا ضيق لكم الرينج لأنه حنفتح رينج مش طبيعي مان. دراد أبروفز وكلكم شاهدين. درسيل صار موجود. يا كوسا فاتت فيني البنت. كيرا وات بنت ماي فريند. عقبالك عقبال الجميع يا برو. عقبال الجميع. تفوت فيك البنت ولا تاخد درسي. طيب طلعنا من اجواء كونتر سترايك، خلصنا، كبرنا شوي صغيره، رحنا على فايس سيتي، شفنا النسوان على ميامي بيتش. عترفة كلنا رايحين على النايت طبعا، نعمل حالنا انه عم نشرب على القصص ومعنا زيك بدنا نعرف. بعد ما خلصنا فايس سيتي ولعبنا سان اندرياس، فترة سان اندرياس صار عنا بيسيات بالبيت. ما بقى حدا يهزنا. رحنا قلنا له لتبع المحل الكمبيوترات ها 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 ما بقى ادفع لك 500 باي. رحنا رجعنا على البيوت، صار عنا بي سي بالبيت. اوكي هونيك شو صرنا نلعب. انا لعبان جيم اذا فرجيكم اياه، بعتقد حتقلعوني من روا بعتقد حت كنت فوت على النايت بالبي 7 يا خيي. شغل كبير انت يا علي، شغل كبير يا خيي. ناس بتفوت بأوزي بزيك، انت بي 7 شو فايت تعمل بي 7 على النايت. وورمز فور ميهم. لجيجي عم يضرب على الاوتار الحساسه ليديز اند جنتلمان. لجيجي عم يضرب على الاوتار الحساسه. جي زينر اليوم از اون فاير جايز. وورمز فور ميهم. تذكر يا جي جي ما في شيء ما لعبته. بانانا بام بانانا بام في الهولي بام لما تزتها هاليلويا. لا يا جاي، هاي لعبة الورد اللي لعبتها شو كان اسمها مان؟ شباب فيني فاجئكم بلعبة انتو مش شايفينها قبل؟ انا متأكد ما حدا لعبانها قبل، حفاجئكم فيها هيك سوربرايز مان. اكيد لعبانينا بس بدي استفزكم شوي. لا ما فيها صوت. دود ذس جيم كانت تاخد من وقت. ليش حسسني قلبي ما في صوت نهائي احو. هعمل ريستارت للتشات لانه موقف. ميجا فريندي Hello. I don't have a chat, ladies and gentlemen. Got bounce. Have a nice E. Keep stream. Love you soon. Thank you, Adirad. Thank you so much, Adirad. بتشكرك على كل شيء, man. You made my night. You made my month. You made my life لحديت هلا. Thank you so much my friend. وما فينا نقول لك غير كلنا بالتشات وكلنا بروا وكلنا بلبنان وكلنا بالوطن العربي نفتخر فيك. بس انت كفي the good vibe rolling. وصدقني صدقني صدقني ال 1 million subscriber على اليوتيوب easy.
كيك مانيا. مان هيدا اللعبة كانت عظيمة مان. هيدا اللعبة كانت جدا 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 عظيمة مان. مان I love this, I love this game مان. كيك مانيا شو صار؟ أول لعبة كنا لعبينها بي سي كانت ماينز مان. يلا عن عرضش كانت صعبة, يلا عن عرضش كانت صعبة, كانت جدا صعبة, بدها تركيز مان, بدها مخ. أو في هاي السمكة اللي كنت تاكل السمك التاني لتكبر. متل جير ليش ما حكينا عنها؟ لأنه شوية أدفع كنا نلعب شيء اسمه يولا. شكرا 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 يوفيل. خففوا الدوز. هلا حنفوت بألعاب, حنفوت بألعاب فيسبوك مان قبل ما يصير في فيسبوك جيمينج. يوفيل اوكي دان, يوفيل كانت دان. في لعبة عندي كانت على الايه برو, انا كنت فاسد انا وصغير برو. هيدي اللعبة اذا بترجع انا بلعبها مان, اذا هاللعبة بترجع انا بلعبها. كان اسمها نايت كلاب سيتي. مستثمر لي شيء. والله كانت حلوة يا برو. لك دعيتش كانت حلوة. اوكي ما لعب على الفيسبوك صراحة. Most Wanted The Run احلى اثنين. اليو تاخد ريسبكت بس عيد هاي الجملة بلت. Most Wanted نرجع من عيد 2005 مخيفة مان. كان حلمي بس جيب بأم أم 3 اعملها زرقاء وسيلفر. مليونير سيتي على فيسبوك مش طبيعي برو. ما لعبتها. يوفيل كانت فخمة وفارمفيل كانوا فخمين. الجيم بلاي كان كتير سموذ. الامبيانس تبعها, فكرة الرمادة على خضار هذا المايل مان. تعرف شو حطقها بعد لي هلأ بستعملها انا, اسمها Under My Wheel. بعدني هلا بستعملها ب The Prodigy Under My Wheel. شكرا مخيف. اي Dragon City. Am I missing something? When can I have a laugh? أنا حأحكي الصراحة, Most Wanted لعبتها, Most Wanted لعبتها على PSP. كانت تجربة مخيفة. ليش ما حدا عم يحكي عن WWE SmackDown vs Raw؟ ما عم بسمع. ما حاسس في اني WWE فانز بالاجواء ما حسسني قلبي ما في. كريزي تاكسي اكيد برو. كريزي تاكسي لك هن كانوا فتره كريزي تاكسي وميد تاون 2 كانوا كتير ابطال كستوري مود وهيك اشياء. كانوا أقوى من فكرة إنك تلعب ستريت ريسينج. كريزي تاكسي كان عنده شيء تقدمه amazing. ما بعرف ليش بالضبط هودي الألعاب اللي بهالفترة بشكل عام, عن جد ما أخذت حقها الكامل إنها ترجع تعمل new stuff.
يوريتون كاب 2. جايز شو اسمها هيدا اللعبه اللي بتلعبوها 2 على البي سي؟ ريلود كاب شي لكن اللي عم بعرفهم عم جاوب عليهم. ما حدا جاب سيرة ميجا مان، ما حدا حكي عن سونيك، ما حدا حكي عن ماريو. شو الشبيبة كلها تريبل اي جيمز. انا ما عندي تشات. وان مومنت وين صرنا؟ سكوبي دو سونيك سيجا مان دي على يرجع ال في ويرد فيديو من دراب. طيب لناخد بريك صغير من عالم الألعاب، نحكي شوي مور ستاف، نحكي مور امبورتنت ستاف. خلينا نحكي ستريمينج جايز، خلينا نحكي ستريمينج. امبارح روى نزلت كويك تيبس، هلا بحضر جاي. روح روى مين من الشات ستريمر جايز؟ مين من الشات ستريمر عن ربا؟ غير علي كوماندو. مين عم بيفكر يعمل ستريم؟ في حل عن الشات اليوم؟ في يمشي بليز؟ حاش تعمل إعادة اتصال ما؟ ثواني ليلا تشات. انا ستريمر. اوكي نايس. يا ما هذا جاي نحكي فينا. انا بس جيب نت منيح. انا ستريمر. نايس شباب. استخدم الكابل في البث المباشر لضمان استقرار الانترنت. I approve. في حالة البث تأكد أن سرعة الأبلود لديك ليست أقل من 2 ميجا. I also approve. تفاعل مع الجمهور قدر الإمكان فهم رأس مالك الوحيد. مش I approve. I ببصم بالعشرة. إذا بدك تكبر وبدك تصير ستريمر، ما عم بحكي عنك، عم بحكي من الستريمرز اللي بحضرهم. صرنا إلينا 1000 مرة، بدك تعامل الون فولوور كأنه مليون، والمليون كأنه الون. لأنه الجوع روى أحلى من تويتش وفيسبوك ويوتيوب كتير. بدنا نبصم بالعشرة على التفاعل مع الجمهور قدر الإمكان. هلأ رجعت شات بويز. إذا بدك تعمل ستريم وما بدك تكون كتير متفاعل مع العالم، مش عم أقول ما تركز على الجيم بلاي أساس. ما بقولك لا أنت جاي تلعب، بس أنه بنفس الوقت في ناس كرست من وقتها ساعة ساعتين ثلاثة عشان تحضرك. ما بيأثر برو،
حكيمة حكيمة إيه في بنت ستريمر ما بتحكي ما بترد على الشات حكيمة حكيمة مهما كنت حريفا فلا تستغني عن الكاميرا والمايكروفون الكاميرا أساسية المايكروفون لما يصير معك جيب بس إذا ما عندك مايكروفون من الأساس ما كلنا عنا هاتسات استعمل الهاتسات بالأول بس نظفها التزم بمواعيد ثابتة يوميا حتى يعتاد عليك الجمهور هيدي I agree و I disagree وأنا تشات حي اليوم حيصير مشكل اليوم بالتشات حيصير مشكل اليوم بالتشات طيب ثانية بس خلينا نريح حالنا نوصل على الانترنت الثالث بالبيت توني ثاني guys one moment حنرجع لها لهذيك النقطة بس ثانية سواني بس bear with me boys bear with me بس لا اوكي اوكي وين صرنا تماما عالم عطتك وقتها يلي حقه مصاري اكيد من اكيد كتير في ناس ليش اجري ولا تجزكري I agree إنه لازم تكون ملتزم بمواعيد ثابتة يومياً مش يومياً هي بس حتى يعتاد عليك الجمهور بس أنا I disagree ببعض المطارح لأنه أوقات بنمرق بوضع بمرق بوضع بنمرق بأوضاع صعبة مضطر نأجل نبكر نغير شوي بتوقيتنا لأنه بالنسبة لشخص عم يبلش ستريم جديد أو مثلاً صار له فترة منه مصدر رزقه بدك تفكر فيها انه منه مصدر رزقه الاساسي فمضطر يشتغل مضطر يتعذب اوقات ف الناس هي اللي بدها تقدر الظروف واضح انه صعب تصير بارتنر بمنصه لازم تلتزم بعدد ساعات معين وساعتها رح تتعب نفسيا ديبيتبل ليك بدك تتذكر ليش عم تعمل ستريم هاي اللي وراها بعتقد قبل ما نفوت بهيدي خلينا نقراهم كلهم بعدين بنحكي أكثر لا تقلد أحدا أو تحاول أن تقمص شخصية غير تقمص هي تقمص لا تحاول تقمص شخصية غير شخصيتك فسيعرف الجمهور هيدي خليها بين قوسين بنحكي فيها هلا هل لديك نصائح أخرى شاركها مع المجتمع حنشاركها مع المجتمع خلينا نبلش بأول نقطة كون على طبيعتك إيه كون على طبيعتك مش غلط شوية تكون مش غلط يكون عندك مثال أعلى يعني مثلا بالنسبة لإلي كل شيء عم تشوفه عندي مثلا بالنسبة لإلي thank you على الكوينز يا شباب بالنسبة لإلي كل شيء عم تشوفوه على الكوينز على الكوينز كل شيء عم تشوفوه على ستريم أكيد منه منو مستوحى من شيء يعني أنا مثلا أنا بشوف حدا مثلا معروف جدا بس إنه بيعجبني بشوف شيء من عنده بس بحط نكهتي الخاصة بغير فيها بزيد عليها أوكي بس إني جرب أعمل كل شيء جرب اعمل كل شيء هو بيعمله نو يوسف ثانك يو على الفولو ويلكم تو ذا كوسا سكواد ثانك يو ويلكم تو ذا فاميلي ماي فريند في حدا كتير عم يتقمص حدا تاني بكل حرف بيقوله هات لنشوف اذا ما بدك تسمي فيك ما تسمي بس قل لي مين عم بيقلد بدي اعرف مين عم بيقلد مش مين
تريكستار بدي اعرف انت شو التبس اللي عندك. انا بشوف كوسا سكواد بجرب زبط بجرب زبط ستريم بنفس الكواليتي مش غلط يعني بيقلد دراد ايه. في حدا عروة عم بجرب يقلد دراد ولا في يوتيوبر عم بجرب يقلد دراد؟ يعني انا جربت اعمل نوع فواكه تاني واسمي حالي سكواد سكوادي بس ما لقيت احلى من الكوسا. حبيبي يا مستر عامل لان ما في ستريم نفس البروفيشنال. لا لا يا برو ما تقول عني بروفيشنال. not yet man not yet I'm just taking. انا بحب روى بغض النظر اذا انا مني بغض النظر اذا انا شو بيقولوا له ستريمينج ولا مني ستريمينج. انا تغيرت حياتي بعد ما فتت روى. انا كنت نتفليكس ادكت للموت كل يوم نتفليكس 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 نتفليكس. هلا حاليا روى روى روى. انا الدرات كان الهامي لستريم ويوتيوب بس مش عارف محتوى شو بدي اعمل على اليوتيوب فشو بتنصحنا؟ واو that's a big question. كون على طبيعتك ما. ما فيني اقول لك غير كون على طبيعتك. انت شو حابب تعمل على يوتيوب؟ مستحيل حدا يقدر يقلد الدراد لانه صعب كتير تقليد الاسطورة. اكيد اكيد انا معك مليار بالمية صعب كتير تقلد الدراد لانه اسطورة مليار بالمية. دراد ناجح لانه شخص تعبان على حاله. بدك تفكر من هذا المنطلق انه دراد شخص المحتوى تبعه ان شاء الله يحكي على البطاطا. دراد ان شاء الله يحكي عن الزراعة. اذا عم تعطيها من قلبك وعم تعمل دراساتك وعم تجهز الكونتنت تاعك no way ما تنجح no way ما تكبر no way ما تصير شيء كتير مهم. هي بدها صبر بدها وقت بدها passion. شو بتحب تعمل كل شيء. إذا بتحب الألعاب حاول أعمل شيء ما صار قبلك. أميرات ديزني بس أنا بلبنان وما في إمكانيات. شو الإمكانيات؟ So much nostalgia now we're getting into deep questions. هلأ بلش الحوار ما. شو ناقصك؟ شو الإمكانيات الناقصتك؟ سألت شي مرة درات كيف بلشت؟ درات كان عنده جرين سكرين وفول ستوديو وكل شيء ومجهز حاله بلش من ماشينا. ما في حدا بلش خالص. اللي بده يبلش من فوق ما بيمشي حاله. شيء ما صار مثل شو. لا هلا نحن بزمن ما بقى في شيء كتير صعب تجيب شيء من السفر اوريجينال وبيضرب. يعني مثلا اول ما نزلت كورونا على السوق اللي بيع كمامات كان لقطة. هلا الكمامات صارت بايخه. اكيد دراد ما بيتقلد بس هو اخذ الانترو والاوترو بالحرف بستريم بياخذ كل تعبير دراد وكلماته بالضبط. دراد لهلا ما عنده استوديو لسه عم يشتغل بغرفته. تعرف ليش بحب دراد؟ لانه شخصيته حلوه دائما بيكون مكتئب بفوت على فيديوهاته والله بنسيني همه. أكيد يا يوسف مان درات شخص برجع بلكم تعبان على حال الزلم ما مش من مشي عمل شيء. ترجع بتقول ليش بدهم يحضرون وشو بفرق عن غيره. إذا بدك تحكي هيك ما بتبلش. برو أنا صار عندي أنا شخص فشل 20 مرة باليوتيوب. طح وتفضل. بعدني واقف على جري وبعدني عم جرب. طوني أبجو طوني
واو فتنا يوتيوب argument بقوة أنا عربيا ما بحضر غير دراد وكم يوتيوبر تاني اجوا بوقتهم وقت في مليون يوتيوبر عربي على الكب عم يبسوا تفاهم ومتحملين مسؤولية انه في ناس رح تتأثر فيهم. I approve. انا شخصيا حاولت اعمل يوتيوب بس اذا بدي بلش بدي اعمل فيديوهات ترندي والناس بتحكي عنها فليش بكره اي شيء بيصير ترند ما بعرف. يوتيوب عندك حلان. الحل الاول اضرب واهرب اللي هي بتعمل ترند كتير قوية وبتطفي للأبد بتعمل ترند فيديو قوي كتير بجيب لك فيوز بعدين ما بيقعد حدا يعبرك. هذا بيسموه منسميه one hit wonder عمل معجزة لمدة 3-4 ثواني واختفى. لا والحل التاني انك تضل consistent. الحل التاني انك تضل عم تبوش 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 لحديت ما توصل لمحل بتصير consistent لمحل مش طبيعي بتصير تكبر organic. أنا يأست من محاولة اليوتيوب بقول لك ليش بعدين. أنا فينا أعطي تجربتي في ناس صارت بتعرفها. أنا عملت channel يوتيوب من فترة new tech phones بس وصلت لمرحلة الجامعة أخذت كله الجامعة كلها أخذت كله ورا لدرجة 24 ساعة فهملت يوتيوب. فراس لما بدك تعمل تك فونز لما بدك تبعد عن الجيمينج والانترتيمينج ستف مشكلتك بدك راس مال ضخم جدا لأنه كتير صعبة على الشخص لما بيحكي عن تك إنه يكون كتير مأخر. يعني لما ينزل الايفون الجديد بدك تكون اول شخص عم يجيب ايفون لتقدر تعمل كونتنت. ما فيني انا احضر واحد عم بيعمل كونتنت عن تكنولوجي صارت بالنسبة لإلي قديمة. لازم يضل معك راس مال كبير وتوصل لمرحلة انه الشركات تبلش تبعت لك التستينج. يعني انت بتاخد الايفون قبل ما ينزل على السوق. عم بحكي ايفون هلا لانه هلا اللي شايفه قدامي. صرنا هلا دراد فان كلوب ريفولفينج جاست باكورد. لا نو 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 وي ماريو. انا شخص بحب يعطي الشخص حقه. لما الاقي حدا عم يتعب بيستاهل تقول له يعطيك الف عافيه يو ديزيرف ات. انا فان لك فور ايفر. حابب ناخد منك نصيحة بس بما انه واضح انك شخص فهمان. انا حاليا بدرس بكالوريا حبيبي. اول شيء اني شخص فهمان بدرس بكالوريا ثالث ثانوي وحابب صير ستريمر او يوتيوبر بس ميزانيتي موبايل ونت عندي سيء ادخل بهالمجال او لا. واو يوسف ماني بمحل ما ححط حالي بمحل قلك لا او ايه. هذا أنت بتجاوبه عن حالك. اللي حقلك يا يوسف أنه إذا أنت شخص عندك موهبة أو عندك فكرة توصلها لحدا إن شاء الله عندك بالحي عندك في 2-3 جيران يوسف إذا قادر توصل لهم فكرة تساعدهم بشي أو تسليهم بالتليفون اللي معك وبالإنترنت اللي يمكن بده 6 ساعات لتعمل أبلود وقدرت تضحكهم أو تسليهم أو تعلمهم شيء أكيد أعمل. بلش من اليوتيوب معه هالثلاث أشخاص اللي مأثر عليهم بالحي حيصيروا 5 أشخاص بالبلدة حيصيروا 7 أشخاص وبعدين يا بتقلع يا بتقول ما زبطت معي. بس إنك ما تجرب من الأول يا يوسف بدك تجرب لتعرف أنا بفتح ستريم وبقول عدت يصير يا رب يعطيني عقد ما بستاهل. إذا أنا بستاهل بيعطيني إذا ما بستاهل ما بيعطيني. شو بتنصح لكونتنت أول شيء ما في يعمل شيء
انت جيمر برو، روح على الجيمينج، روح على الجيمينج. اذا منك بروفيشنال بلاير، اذا مهضوم، انت بدك تعرف حالك. ما في حدا في يقول لك اعمل هيك واتكل على الله خلص، لانه ما فيك. يعني شو بدي اقول لك، مش حاجي اقول لك مثلا تنصح بالتيك توك، لا نو. هيا بس نشوف شو بعد في اشياء. بوم بوم، الفيديو مستحيل يجيب حق ايفون هلا حاليا. لا ايه صح، كنت عم بحكي بلا سيلف ريفيو. اوكي، فيدباك، فيديو فيدباك، نايس، مش غلط صراحة. بدك تبلش من محل يا فراس. انا بحكي عن البي سي احسن، لان فيك ما تجيب كل شيء وبس تبلش تنشهر بتصير لبعدين. 100% يا علي، هو علي تك، علي تك ريفيور وتك نيوز. ما في امكانية بس برضو مكفي. بدك تجرب، ما تنطر حدا. انا صراحة ما رحت سألت دراد، دراد شو بتنصحني بلش ستريم؟ بلشت. اذا فرجيكم اول ستريم، هو من شي شهرين تقريبا، اول ستريم بلا كاميرا بلا شي، حاطت الفكرة براسي، حاطت الفكرة شو بدي اعمل، شو بدي ساوي. عارفين حالي حفوت بالجيمينج، بس بعرف حالي اني قادر اقدم اكتر من جيمينج. يعني بالنسبة لعندي انا عشان الكوسا تاك هو انجح شي، وهذا شي ما كنت حاطه براسي. تالت حلقة بعدني وعمول انه بالنسبة لإلي العالم اللي عروة والكوميونيتي بتستاهل انك تقعد تحكي انت وياه، تعرف شو في، تعرف هالمخوخ شو عم تفكر. انا ماني مقتنع بحالي كستريمر او يوتيوبر سولار، بس بدي الناس الصح هي اللي تنشهر، لهيك قررت كون داعم وداعم قوي. خلينا ندعم الناس الصح. 100% يا سولار، 100%. اذا حطيت، اذا اول شيء عرفت حالك انت منك قادر، ما عندك القدرة، انت شخص ما بيحب الكاميرا، انت شخص ما بتحب تحكي، انت شخص بتحب تلعب عرواء، انت شخص بتحب تاكل عرواء، بتحب ما بتحب العالم تعرف شو عم تعمل، ما بتحب تحكي عن حالك، بتخاف زلة لسان على ستريم تفضحك او شيء، حقك الشرعي لا تعمل يوتيوب ما تعمل ستريم. اذا ملاقي حالك انت مسلي حالك وفي بحياتك شخص حدك، شخص ان كان اهلك ولا ان كان خيك ولا ان كان اختك ولا ان كان حبيبتك، اهم شيء انك عم تأثر بحياة شخص. عندي انا بالنسبة لي انك عم تأثر بحياة شخص هو اكبر بكتير من انك تجرب تأثر بمجموعة كبيرة من الناس. صراحة بنصحك تيك توك بس بلا هبل، فيك تعمل كونتنت محترم يدفش كتير لتوصل انك تفتح تشانل. انا ما عندي خبرة بمجال التيك توك، انا ما بنصح فيه بس بحترمه، لانه فاين مات وانتقلت ليوتيوب. شو بعد في افكار على تيك توك مان؟ شو بعد ينزلوا رقصات جديدة؟ شو بعد ينزلوا نكت جديدة؟ برو من شهرين اول ستريم، يعني انا قديم. تانكس برو. انا عندي رد فعل ممكن يعجب الناس، انا ما عندي رد فعل ممكن يعجب الناس. بدك تصير ستريمر لازم تتعلم تضبط الفاظك منيح. لك انا بسبسب، انا لساني ما كتير نظيف، بس من وقت ما بلشت ستريم مخفف. بالعكس اخدتها بحياتي، يعني حتى بالشغل بالحياة اليومية خفت نسبة المسبات، خفت نسبة الالفاظ السيئة. هي فعليا ما بدي يكون عندك الفاظ صحيحة، قد ما بدي يكون عندك مخارج حروف مزبوطة، articulation. إذا بدك تعرف تلعب على الكلام، تكون مخارج الكلام واضح لتوصل للشخص اللي عم يسمع. أنا حكيت رفقاتي قالوا لي
اعمل عندك جو بس تاخد راحتك فالعاب وعمل ستريم. يعني انا كنت حاططها اللي حوالي شجعوني فالحمد لله. علي قلت لك اياها من ثلاث جماع منبوش نعطي اللي عندنا نكبس على الاخر نعطي المليار بالمية تبعنا بعدين ما مش الحال منقول إلنا شرف المحاولة. بس انه عشان واحد قال لي لك بس ما بتعرف تلعب شو بدك فيها اذا هيدا بدك ترد عليه ما خرجك تعمل ستريم من اساسه. انا وقت بدي العب بلعب حوالين اهلي مشان اذا خسرت ما تصير سب. تكتيك رائع يوسف تستاهل زقف يوسف. هاي جديدة يوسف. لا في تيك توك اكاونت توتوريال نيو تك ميديكال كونتنت كرافت كتير اشياء حلوة بس بدك شوي ليصير تيك توك عارف شو بيعجبك ليعطيك اللي بدك اياه. خدوا احو تفضل في راس عم يعطيكم اياه من الاخر. في بعد مثل طلعة لماينكرافت حسها بعد بتنجح هي ماينكرافت. ماينكرافت ما وقفت انا بعدني بلعب ماينكرافت. الناس ما بتفللك انت لعيب. اشرح لي اياه اكتر يا مستر عامر. بتعرف شو احلى شيء بيروى بسبب مبادئها وقانون قوانينها المتحفظة فالجمهور يلي بيحب هالشي وستريمر كمان هيك هالشي عمل مجتمع كتير حلو لك وناس بتنحب 100%. لك روى بالنسبة لإلي النسخة المضبوطة عن ستريمينج صراحة. فكرة انك تشد على العرب انه يطلع من امرهم هي الاساس. الطريقة اللي تسوقت روى بالاساس من مثلا مثل هكرجي او دراد انه it's the 1 million idea stuff بالنسبة لي صارت اكبر من قصة 1 million idea. صارت 1 مليون بليون فيور وستريمر لأنه صارت أكبر من مصاري. يعني لخبرك شو قصدي بعتقد ولا سمح الله حتى لو وصلنا لمرحلة روى أخذت قرار أنه بدها توقف الكوميونيتي ما حتخليها. الكوميونيتي ما بقى تخلي روى توقف. هيدي هي اللي قصدي أنا. ما بعتقد الكوميونيتي حتخليها توقف. إذا روى لا سمح الله وبغدرك يا زمان ما ضل معهم يكفوا مصاري ما ضل معهم يكفوا لقدام الكوميونيتي بتعطيهم. وأنا بشارتك وبحط عليها 1000 شرط 1000 مليار شرط الكوميونيتي بتحب روى لدرجة إنها مستعد تبرع بمال عشان تكفي روى. هذا برأيي. شو صرنا بدان ما مرد عليهم بالعكس انه عادي انا بلش جيم اونلاين جديد اكيد برو. الناس ما بتقلك انت لعيب كتير حلو الجو كتير حلو الكوميونيتي. صار عندي جمهور وستريمرز كتير رفقات وعم بقنطر ليبسوا وقضي وقت معهم 100%. انا كان في ستريمر لازم شوفه اليوم بندورة جوني تعرفنا على ستريم ما قدرت شوفه كنت رايح شوفه اليوم وما قدرت لأنه اضطر هو عنده كان ظرف صحي. أنا مضطر روح سهرة بتعقد وأكيد رح أرجع. أهلا وسهلا يا فراس. good night my friend thank you for passing by respect points Alan thank you for passing my friend thank you على الكوينز thank you for everything لأنه روى بتمثل يلي بدنا إياه بالضبط. حسيت أنا روى منصة للستريم الناس الهادية اللي مروقة مزاجة حلو. آخ لك روى مش قصة شي. نحنا بطبعنا العربي نحنا مش قصة رايقين. مثل ما قال لك سولار القوانين والشروط اللي محطوطة. إذنك معك يا سولار إذنك معك
إذنك معك يا روحي. يوسف الفكرة إنه حلو تشيل ستريم، بس إنه كمان بنفس الوقت لازم تكون بمطرح أجريسيف شوي. أنت عم تلعب، أنت عم تعمل، بدك تكون متقلب. نهمة، ويلكم تو ذا كوسا سكواد، ريسبكت بوينتس، ويلكم تو ذا كوسا كلوب. The fact that Rawa even got created for Arab gamer or streamer in general to express themselves is amazing. Fuck it, it doesn't grow. No, it's gonna grow, my friend. It's gonna grow. صراحة فيسبوك لو تعمل حظر لستريمر معينين بتصير أحسن وأنظف. أنا ما بحب أعمل ستريم على فيسبوك، لأنه فاصل حياتي الاجتماعية على الفيسبوك عن حياتي الاجتماعية عن ستريم مثلا. بفضل تفصل. أنا مع أنك تفصل. في كتير ناس قالت لي لازم تبلش فيسبوك روا، فيسبوك روا، يوتيوب كله ضربة واحدة. يا برو ما بد، ما أنا أجيت لهون ما حدا بيعرفني، أنا أجيت على روا ما حدا بيعرفني، وبعد في ناس ما بتعرفني. بدي ابني الكوميونيتي هون، ما بدي روح على فيسبوك على الناس اللي اوريدي بتعرفنا من ايام المدرسه ومن ايام بتعرف. انه هلا على تشات ما في ولا واحد كنت بعرفه قبل ما بلش على روا. ماريو كوساي صار معنا وما كنت بعرفه قبل بشهرين. حلو هذا الشيء يكون جديد. حلو تحس حالك بمحل جديد، عم تتعرف على ناس جديده، عم تبني كوميونيتي جديده. فيسبوك بالنسبة لإلي كل العالم، في ناس كتير بعرفها هونيك، ما بدي روح، ما بيهمني الناس اللي كانت تتمسخر علي أيام المدرسة، إنه بحياتك ما حتعمل شيء، بحياتك ما حتطلع لايف، بحياتك بالجامعة، يي هذا بيعمل يوتيوب، يي هذا مفكر حاله مهضوم، يي هذا مفكر حاله بيعرف يلعب، يي مفكر حاله. لا، انت مجودي، انت عائلتي، انت ابن خيي وقاعد فوق جاري. بس انه تريك جلقان الفيسبوك للفيسبوك، خلص الفيسبوك معمول فيسبوك معمول لشيء معين، اللي هو انه تنزل صورتك مع عائلتك ليلة رمضانية مع افطار رمضاني شهي، الايام الجميلة، او لا تنزل لك بوست حد شجرة ميلاد انت واخواتك ناطرين لتشوفوا بيكن شو جبلكن شو حطت لكم تحت شجرة الكريسماس. هذا الفيسبوك، لهي شغلته فيسبوك. فيسبوك جيمينج هو شيء ما بعرف. روا is for this Arab community اللي حابب يوصل رسالة. في ناس حابة توصل انه نحن محترفين، مثل باكس، مثل كاميكاز، مثل خلينا نتذكرهم، باكس، كاميكاز، بلاك سنو، سوري إذا ما ذكرت أسماءكم كلكم، بس أنتوا ثلاثة مثلا بكود مش حاجي أحكي أنا وتفلسف، في ناس محترفة. هاي الفكرة. في كتير عالم ما بتعرف أنه يوتيوب، أنا يوتيوب أو أنا ستريمر. إيه، في فرق بين ستريمر. أنت كتاب ستريمر صح، يبعت لك حمة. I love you علوش. وراح تضل تعلق لك تنمر. لك أنا ما تنمرت بحياتي. أنا ما لم يتم التنمر علي. ما حدا عمل لي، ما حدا استلمني. لما كان وزني 144 كنت خوف، كنت شاحنة. بس مش هيك قصدي إنه إذا بدك تضل عم تسمع للعالم، خليك قاعد ورا. شايف هذا الحيط؟ عد وراء وتخبى وقول قالوا عني اني ما فينا نحكي. علي بتسمح لي احكي عن شغلة عنك؟ منكف اذا سمح لي علي احكي فيها بحكي. وانا بيشرفني كون وردة بدها تعقد كوسي لك. عراسي يا تريك ستار، عراسي يا روحي انت. Thank you for passing by. اكيد اهلا وسهلا فيك مان، اهلا وسهلا فيك. روا ما راح تفشل ان شاء الله، لسبب يلي عم يتابع روا من دون مقابل، لا دعاية لا تسويق، هذا تابعناها لانه لقى حاله فيها. يلي عم يربطنا هون شي ما بينكسر بسهولة، ويلي بيكون عنده هيك رابطة ما راح يرضى تفشل روا. منت هي بأرضها
حسب لكم اياها سولار. بوافقك الرأي 100%. روا صارت اكبر من انا اتخلى عنها. If you stream on multiple platforms, it's fine. It helps you grow until you sign a contract with certain one, but you do you. You do you, bro. مش قصة شيء. أنا 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 بدي يكون مع روا. أنا حاطت أملي بروا وبس. ليش يا سولار عم تحزف؟ بدي شوف. أو الكتاب. نبي محمد ناس حكوا عنه مجنون ولو رد على العالم كان الإسلام ما انتشر 100%. تضربني على الأيمن أديره لك الأيسر. شاحنة 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 بالمحصل يلي عم يتابع روا هو ناس مسؤولي فما رح ترضى هيك مشروع يفشل لأنه صار يمثله وعم يزداد الجمهور 100% يا سولار. برو قطش ستريم ما عرفت بس إنه بسمح لك تحكي. خليني أحكي عن علي. علي بس ما بدك تزعل منه لأنه عم بحكي شغلة. علي كوماندو شباب هو ستريمر عروة ويوتيوبر حاليا على يوتيوب. انه وين بدي يكون يوتيوب على مسحش مع انستغرام. علي شخص بيلغط ما حاستحي حقله يا بوجه. علي شخص بيلغط عنده مشكلة بالمخارج الحروف خلقت رب العالمين ما الزلمة بيلغط. هل خلى فكرة انه بيلغط ما يطلع يعمل كونتنت؟ انا مع النقد البناء. هو مش نقد هو بالعكس هو ريسبكت لك. علي شخص ما سمح للمشكلة البسيطة اللي عنده اياه لانه هو الزلمة ما بيعرف يقول حرف الراء مثل ما لازم ينقال. لو بده يرد على رفقاته لو بده يرد على الناس اللي قالت له انت اللي بتلغط انت بدك تطلع لايف. انا من اول ما شفت عليه قلت الله يعطيه العافية. الزلمة على قليلة عزب حاله يجهز ستاب من مشي ويقدر يطلع لايف والزلمة حبوب وبيحب يطلع يحكي وبيحب يتفاعل عنده كل الرولز طبعا هود اللي حاطينهم هلا على روا على الشاشة. عنده كل شيء موجود. حق واصل كيبل عنده كاميرا عنده مايك. الزلمة لو بده يوقف محله ويرد على العالم ما كان بكفي. ها محصلة تاني كمان بدنا نقولها. بدك تكفي لو شو بس أنا كمان التشحيش إنك بدك تنجح بتشحيش. إذا بدك تنجح بتشحيش تكون عم تغلط. بدك تبوش أفكارك بمسؤولية وبحذر. بدك تكون مسؤول عن كلامك. مش بدك تجبر العالم إنه تحبك. في ناس كتير بتكرهني في ناس بتكره ستريمرات تاني في ناس بتحبني. ما حتقدر تحصل الكل بس بدك تتذكر شغلة إنه أنت عندك هدف بدك توصل للعالم وبس. في كتير عالم قالوا لي إنه تلدغ ليش بدك تعمل ستريم. روح خصوصا حرف الرات أولى أو مجزية قدام الجمهور العربي. رسبكت برو أكيد رسبكت 1000 مليار رسبكت وبحترمك مليون إنك مكف. حمسنا أكيد برو من برو بدك تبلش من محل. الشخص إذا عنده نقص مو بإيده يعدلو عم بحاول قد ما فيه رغم كل شيء الشخص رح احترمه. عشان هيك انا بحترمه. في ناس بتستاهل. هذا اللي كان عم بيقوله سولار. بليز خلينا نوقف الغنية لنسمعها. بليز جايز اذا ملاقيين شخص مو خرج ما تساعده ينشهر. صار عندك رأي وعندك فكر وعندك صرت شخص واعي صرت شخص قادر تعرف طعم التمك تعرف شو بتحب تعرف هذا ستريمر منيح هذا ستريمر مش منيح. إذا ستريمر المش منيح قادر إنك تحسن له الكونتنت تاعه انصحه. إذا ستريمر منيح دعمه. بس إذا حدا جرب يقنعك
إذا جرب يقنعك إنه هو عنده كونتنت، قنعك إنه هو بطل مخيف، وأنت بنفس الوقت كيف بدي أقول لك يعني، أنت بنفس الوقت منك مقتنع، ما تساعده إنه يكبر، هذا حيأذيك. هذا حكينا فيه ألف مرة. أنا كنت مفكر بلش يوتيوب ماينكرافت من سنة، بس ما بعرف ليش وقفت. هلأ بدي أرجع ماينكرافت لو شو ما صار. لك ريسبكت إلك، ريسبكت لإلك، روح. برو أنا ناطر أصلاً، أنا ناطر أصلاً بدي شوف بس حدا عم يلعب ماينكرافت على روا يشدني إله، صير أنا أقول له من بعد إذنك فيني فوت ألعب معك شوية ماينكرافت. أنا ما عم بسترجي ألعب ماينكرافت لأنه صراحة من الآخر شباب ما عم بقدر أدفع حق السيرفر تاعي. البنك ما عم بيخليني أدفع حق السيرفر تاعي. أنا دن 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 دن. go for it boys, go for it. كتير عالم ما خرجت تعمل ستريم. برو بندعم بعض، ما عليكم انتو، انتو ما عليكم شباب اللي عنده اللي قادر يوصل. برجع بدلكم مليار مرة طلعتوني عن تيابي اليوم. اللي عنده شيء قدمه اعمله، ما عليك اعمله، روح لك، روح شطاح، جرب حظك يا خيي. شو حيصير؟ شو حيصير؟ حدا حياخد منك شيء؟ عندك عندك أكتر مني جاي تحكي؟ أنا اللي بدي فولوورز. consistency، الاستمرارية. شو عنا بعد topic boys؟ شو عنا بعد topic؟ اخبطوني 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 سؤالي وجعني. اخبطوني أسئلة توجع مان. هلأ كله numbers، هلأ كله numbers. ما تحكي بالnumbers. أنا كل فترة وفترة بتطلع بقول أوف، رزق الله وقت كنا 15 واحد، رزق الله وقت كنا 20، رزق الله وقت صرنا 100. حلو المشوار، قدره وقاف على كل ستيشن قول أوف، أنا في 200 شخص وراي. واو هي لما تكون تروح تقارن ارقامك بستريمرز برات روا، تقول شو انا ماشي. تعرف شو معناتها انت 270 واحد فات لعندك وعمل لك فولو؟ تعرف شو 270 واحد؟ حي يا ابني حي، في حارب كامله بتحبك. Can we close emotional stuff for tonight and talk funny stuff? Sure. مين بيظبط؟ لا 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 بليز، لا لا ماني مطول بعد كتير بستريم، بقى بدي عدل الشربة. 271 كمان. مين 271؟ انا ولا انت؟ بس محات الفيديوز غبا. ليش يا برو؟ لا 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 ما لا لا، كفي كفي كفي، رجع جدد لي نشاطك. We need more Arab people doing some stuff. رح ابعت لك صورة على الانستا. يلا لا لا يمكن، رح ارجع لو شو فيك تفوت تشوف الواتس فيديو اللي بعته بليز. انت بعت لي فيديو على الواتساب. يلا درويكس
يوسف، الشخص مستحيل يبلش من محتوى يكون نار أو حريقة، الواحد بيتطور شوي شوي، ولولا البداية لما كان في نهاية. يسلم البطن اللي حملك. هاي الكلمات، هاي الجمل اللي بتعطي positive vibe guys. When someone doesn't allow their dream. Please no good. Please no God. شوفي هات لنشوف. شوفي اللينك. Thank you على الكوينز يا شباب. خلاص حش تبعتوا كوينز. تركون لغيرنا. بعدنا اكلين مليون كوين من عمك الدرويكس. اوه في حدا قال لي بالنسبة ل Call of Duty، كان حدا بدي يسمع رأيي بالسيزن الجديد. بالسيزن الجديد guys، حبيت انه اجت لعبة، نزل ابديت شوي، رجع نساني Apex Legends لشي 10 دقايق ربع ساعة من حياتي، خلتني اقول Yes, Activision is doing a great job. في شيء positive، في شيء negative. بالنسبة لألي، أنتوا بتحبوا أحكي بالnegative بالأول. Negative stuff كانت بالنسبة لألي إنه ليش aren't we gonna see the link؟ مبلا يلا كيف سكتنا؟ Are you gonna see the link? When someone doesn't follow their dream. No, God! No, God, please, no! 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 100% هلا ما حدا يقول Barry. No. ما حنفوت فيهم. اليوم ما بحضر. Anyway. لكفي لكم بالريفيو. ما حبيت فكرة انه دفشوا كل اسلحة Cold War ضربة واحدة. كان فيهم يتروه شوي صغير، كان فيهم يتروه شوي صغير ينزلون سلاح ورا التاني. البوزيتيف انه the game looks amazing even more. new mode تبع Rebirth Island كتير حلو. it's funny, it's good for practicing, good للتحماية. this game I think مطولة لتموت، طول كتير. مبين في تيم عملاق، صار في 2 تيمز عم يشتغلوا على 1 سم. The office man، the office روعة. طيب guys، قربت ختام حلقتنا اليوم، قلت ما حطول كتير و it was amazing. في شي بعد بدنا نحكيه من أجله، من أجل مواضيعنا للنكست كوسا توك. مفروض بكره في بيج اناونسمنت، خليكم ناطرين بكره الاناونسمنت الضخم. يمكن اطلع لايف بكره يمكن لا. اللي ما عنده ايانا على الديسكورد بليز، لينك تحت بالديسكورد. ما ضروري تحكي، ما ضروري، مش 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 عم ما عم سوي للديسكورد، بس هي طريقه لتعرف بالاناونسمنت بارت باور ديسكورد امتى قادر اطلع لايف امتى لا. استمتعنا معك يوسف، انا اللي استمتعت معكم، انا اللي انبسطت،
واكيد في نوستالجيا بارت 2. حنحكي اكثر عن الالعاب القديمه وليش ما بنعمل ليش ما بنحكي عن الالعاب الجديده. اتس ذا كوسا توك، ليتس توك بويز. هلا صرتوا تعرفوا الفورما تبع البروجرام. بلكي نيكست ويك، شو رايكم نيكست ويك ناخذ انترفيو مع حدا؟ شو رايكم نيكست ويك ناخذ لنا شي رواد؟ شو رايكم نحكي مثلا نحكي استيا؟ شو رايكم نحكي دراد هيك نفتح معه فيديو كول نساله كم سؤال؟ How about that? Great Kusa Talk bro, thank you. يعطيك العافية، يعطيكم انتو العافية بويز. انتو اللي بتحلوا ستريم مش انا. انا بس اللي انتو عم تحكوا من Their weeks. طبعا نحكي اذا قادر يكون، اذا درات فاضي بجهز special حلقة مع درات، مش غلط اذا طبعا هو فاضي من. إذا مش فاضي الزلمة كتير في إشياء كتير بعد فينا نحكي فيها. بس هو عادة البودكاست بيكون ساعة، نحن البودكاست عروة 3-4 ساعات شطاح. لا يمل منكم يا شباب. دوم 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 راب للكوسة. بلش الاتصالات، روح جاهز. عم بعمل أنثم فريستايل درات، منشوف شو بنعمل، ناخد معه انترفيو، منحكي مور ستاف اباوت يوتيوب، كيف بلش. اللي عنده أسئلة يجهزها، أكيد حعملها للحلقة. بوعدكم 100% مليار بالمية confirmation، مليار بالمية درات on the Kusa Talk. من هلأ بلشوا بوكت، حجزولة للحلقة أكيد. فجهزوا أسئلتكم وخبوها ونهار الإعلان عن الحلقة إن شاء الله عروة دغرب. بتجهزوا الأيام بتجهزوا الأسئلة ومنتجهم إياه. أنا صار لي زمان متابع درابنا. شو عندكم أسئلة يا جهزوها؟ حس أول شيء بأخذ أستيا، عبالي أخذ أستيا بدي أخذ الزاوية من منظور فتاة ستريمر على روا. لؤي 98، يا لؤي حش تعمل unfollow. خلص يا لؤي، حبة تعود. Welcome my brother. انا بس بدي اخذ الزاوية الثانية من الحوار، بدي اعرف. بتصور كل مالها الحلقة رح نحط باونسر ياخد 10,000. هلا بالخميس مسروعة عنده. هلو يا لؤي قلي يا لؤي. فكرت جيم عندي على يوتيوب شانل، جيم عندي على شانل يوتيوب. لازم نشوف لنا 2-3 انترفيو. حدا بيهمكم تشوفوا حدا من روا ستاف، حدا من اللي عم يشتغلوا مع روا، نطلع نسأله أسئلة، نشوف كيف انعملت، كيف هالشي بتنعمل، كيف تزبط، شو الفيوتشر. ما هناخد الباص ضربة واحدة، فينا ناخد كريم بالأول. جعفر كان ضيف أول حلقة مو غلط. ايه خلينا كمان نوصلهم الاحترام لهالناس اللي قاعدة ورا البلاتفورم، making sure انه everything is working fine. نعطيهم شوية respect.
يب 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 في فوفي أسهل شيء تحكيها. خلاص صارت فوفي شو استلمت فوفي يطلع نشوف ما عرفت شو استلمت برا. مش متطوعة. اي باي ذا واي جايز، بعد في شغلة، روى فاتحة الريكروتمنت لمتطوعين ليساعدوا بالبلاتفورم. خلص ايه ستاف ستاف خليها تتطوع لها شوي بعد ما تغيب لها شي جمعة بيمشي الحال. الله لا يوفقك يا علي. ثانك يو على الكوين شباب، ثانك يو على الكوينز، كل اللي عم يبعت كوينات ثانك يو سو ماتش. يلا بناخد الكوماند سنتر، بنختم من الكوماند سنتر. بتشكر كل شخص كان معنا على اللايف اليوم فردا 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 فردا. ما بدي انسى اي حدا. شكرا على الكوينز. Thank you so much guys. Thank you so 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 much. ما بتصدقوا قد اليوم ليلة كانت رائعة بالنسبة لي. وجودكم معي كان رائع، تسلينا. مثل ما بيقول الجبة، تتابعونا نتابعكم، لا تتابعونا كمان نتابعكم. Thank you everyone على الكوينز، thank you for being here. شكرا على المواضيع، شكرا على التوبيك، شكرا على كل شيء مان. تذكروا we're spreading love. بدنا روا تكبر باللوف، respect مان، respect love هو أهم شيء مان. Okay guys thank you so much. نراكم غدا أو نهار الأحد بالكتير. Big announcement tomorrow. خليكم متراقبين بكرة شو حيصير على روا. Big 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 announcement tomorrow. من بكرة الأمور حتتغير بوعدكم. كان معكم أبو الجبة وإلى اللقاء.